والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا اخوان، اليوم رجعنا لكم بالجولة الثانية من مباريات كأس أمم أفريقيا. المباراة الثانية للمنتخب المصري، منتخبنا بقيادة أبو صلاح. أبو صلاح أبوك يا اخوان، اصبر يا زلمة اصبر قليل. اليوم التشكيل يا اخوان، أبو صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش قيادة الهجوم. الله عجل، الله الله الله، مولع مولع الجمهور. ان شاء الله الفوز اليوم ان شاء الله، ان شاء الله حبايبي قلب. ولا تنسوا من اللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك بالقناه لخلينا نوصل 3000 مشترك. واحلى جمهور اساطير، وتحياتي يا رب يا عمري انا. ان شاء الله الفوز للمنتخب المصري، يا رب منتخبنا. يا الله يلا يا ابو صلاح شوت. يا الله يا مكه، حرام يا ابو مكه، يضرون باول دقيقتين. يا رب دخيلك ابو مكه. يلا يلا الله صلاح نجم النجاح، القادم افضل يا اخوان، القادم افضل ان شاء الله. يا زلمه مش ماشي مع صلاح، يا رب دخيلك. مش ماشي يا رب، اول دقيقتين كان لدغهم لدغه. الله عليك يا ابو صلاح يا معلم. ما ضربوه والله، عرقلوا ما ضربوه. معقول؟ في احتكاك، في احتكاك. فاول خطير، فاول خطير. اوبا، سلامات 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 يا معيد، سلامات الشناوي بالمرمى باذن الله. وحش يا ايمن يا اشرف يا معلم يا كبير يا معلم، كيف شال؟ والله شال، اي والله شال، قالها من راسه. الو يلا الله، العارضه الثانيه هي وين؟ مش طبيعي يا اخوان، مش طبيعي العواطف يا اخوان. محمد العارضه الثانيه، نفس العارضه يا زلمه، حرام يا الله والله، نفس المكان نفس الزاويه. يا ربي ضغط مصري رهيب يا اخوان. مين هذا جابه؟ مرموش. الله عليك يا مرموش، مرموش الكبير كيف استقبل الطابه؟ يا الله اقسم بالله حرام يا اخوان، حرام منتخبنا المصري. هلا حاضي وعاني يا ربي يا ربي. النصر النصر النصر، ضغط رهيب يا سيدي، ضغط مصري مو طبيعي يا اخوان. ان شاء الله نازلين كذا، مش مزح يا والله، نازلين عليهم بده يجيبونها بالقلب. اه والله مرموش، يا بالجول جول والله. الحارس تفرج هنا نسبة تسقيطه، ها تسقيطه يعني بالهدف يا اخوان، ذكرني باهداف كريستيانو رونالدو والله العظيم. شو الشوط كبير، روح. كرت احمر احمر، كرت احمر 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 احمر. يلا شوف شوف بايدين الاثنين، اصبر اصبر اصبر، بايد اليمين مستحيل يسار. صفر اصبر، الله اكبر الله اكبر على التحكيم يا اخوان. يا اخوان مش بدهم العرب يطلعون يا اخوان، مش بدهم لا المغرب ولا الجزائر ولا مصر، مش بدهم حتى تونس. يا زلمه اقسم بالله مو مش طبيعي. وشاهدنا فضيحه تحكيميه بمباراه تونس، الحكم بصفر يا اخوان دقيقه 85 ودقيقه 90 بدا ينهي المباراه، بس بدا ينهيها. كرت احمر واضح، والله ما يصير. اخر لاعب يا زلمه، اخر لاعب بيظلم بيظلم. المباراه الماضيه مع نيجيريا زيزو ضربه جزاء واضحه، نعم ضربه جزاء واضحه للمنتخبنا المصري، كل العالم اقسم بالله. شو هالظلم هذا؟ ما يبني من خرج العرب من البطولة، يا زلمة تضطي صفرة وحيد هناك. يا الله يا زلمة، مصطفى يا زلمة حرام عليك. يا الله كادت ان تدخل يا اخوان، ماشي معاهم الحافة يا زلمة. يوو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 و
زلمة حظ حظ مش ماشي مع المصريين. اضرب يا معلم سولية لخت بالمدافع عشانه ولا عبيها بقولك يا زلمة عبيها تدخل يا اخوان كادت تدخل. لا يا زلمة ما ضربت بالمدافع ما ضربت بالراس والله ايه كلين كورنر كورنر لمنتخبنا المصري يا رب. ابو صلاح ارفع شوف جاب الحارس يا زلمه شكون الحارس هذا يا زلمه شكون الحارس هذا برا وجابها يا زلمه ولا تصير نويا والله كلها تغلب نويا بس على العرب بس على الجزائر والمغرب ومصر وتونس كله يصير الافارقه يقلبوا يا زلمه مش طبيعيين. احنا ناقصنا ادواردو مندي يا معلم بالبطوله والله يا زلمه. نهاية الشوط الأول يا إخوان تعادل السلبي 0-0 بس أداء مبشر إن شاء الله يعني تحسن واضح عن مباراة نيجيريا. صحيح إنه الخصم أضعف من منتخب نيجيريا بس في تحسن بالأداء. نعم يعني في فرق بالأداء. نعم على مستوى اللعيب على مستوى التنظيم التكتيك إن شاء الله في خير إن شاء الله بالشوط الثاني.
وبداية الشوط الثاني يا اخوان بين مصر وغينا بيساو بعد يعني محاولات كثيرة من المنتخب المصري بالشوط الاول بس ما كان الحظ مع يدهم بعارضتين وان شاء الله بالشوط الثاني يجيبون الهدف. يا زلمة فاول؟ يا زلمة ليش ضربته يا زلمة ليش ضربته؟ ما كان خطير يا زلمة خطيرة. خلي شوطها احنا عنا الشناوي. خطيرة يا زلمة شو شناوي خطيرة هاي. حلو بعيدة بعيدة يا معلم بعيدة. سلامات سلامات المنتخبنا المصري الوطني. سلامات مصطفى محمد شوت 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 خفيفة خفيفة يا زلمة ضربت ضربت من المدافع مش ماشي الطابة ما مش ماشي. لا والله مش ماشي يا اخوان ما قد تكمل مع المنتخب المصري. لا بالله مش ماشي. تبديل يا اخوان عبد الله السعيد بخرج بينزل دريزيجي تريزيجي تريزيجي نزل مصطفى محمد بخرج كمان بينزل زيزو. والله حرام يا زلمه مصطفى محمد بيخرج بهيك مباراه ما بعرف سحب مهاجم. طب نزل محمد شريف يا انا ما بعرف يا زلمه يا كيروش هذا ما يفهم يا زلمه ليش يعني شو عم تخترع انت يا زلمه تركوا لي كل مصر وجابوا من اوروبا يا زلمة ليش ليش يعني نفس المباراة الأولى سحب مهاجم لعب بمرموش بالعمق وبصلاح بالعمق. طب ليش غباء غباء أقسم بالله غباء. طب عندك مهاجم انت جايب مهاجم جايب محمد شريف هداف الدوري المصري يا زلمة السنة الماضية مصطفى محمد هداف الدوري المصري الموسم الفات محمد شريف مهاجم يا زلمة مهاجم الأهلي المصري أقوى نادي بأفريقيا. هذا يذكرني بمدرب محمد فريق بالدوري التركي زلمة غلط إسراء عندك محترفين أنت عجيب يا زلمة شو أمره المدرب نزل لي مرموش يا زلمة العب بمرموش بس ليش يعني عطول يطلع الأفضل يعني وك ليش تطلع المهاجم أنت بتلعب كروسات تلعب عرضيات مين في عندك حدا لا بصلاح المهاجم بصلاح لازم يطلع برا المنطقة هو خطورة لصلاح على الطرف وبيدخل للعمق نعم. مش خطورته هو مهاجم يكسر ويشوط يا زلمه يجي هو خطورته بوجه المرمى مش خطورته بظهره للمرمى هسه ماسكينه المدافعين بالظهر زيزو يا كبير شوط يا زيزو وين طيح زيزو شو مالك يا زيزو يا زلمه حرام مالك يا زيزو يلا معلش ولد سوليه ابصر صلاح بس ما يكون متسلل بس لا ما بيشي لا يا زلمه ما مستنون مستحيل ما بيشي احتفلوا يا زلمه احتفلوا احتفلوا ما بيشي ان شاء الله ما يكون بيشي يا رب ما في شيء ما في شيء ما في يا معلم ابصر صلاح ابلع ولا اسمع صوت ولا قال غيني قال يا معلم على الطاير مين هذا العطباس؟ مين هذا؟ ولك مين هذا العطباس؟ والله يمكن من السورية على ما أظن. شو؟ لأنه الكابتن شفت شارب الكابتن أنا. عم السورية السورية. الله عليك يا السورية يا كبير. الله عليك بأول يا زلمة السورية يثبت إنه رقم واحد بوسط ميدان نعم. منتخب مصر. يثبت والله. يا زلمة قائد يا زلمة. إيه يا زلمة. يا معلم يا سورية والله على صلاح يا زلمة. الله عليك يا فخر العرب محمد عطاير يا حبيبي ابو مكه يا معلم يا رب يا رب يا رب قربت يا رب يلا هانت هانت يا بنين يا على ام العارضه يا زلمه يا سلام عارضه ولو ثانيه وثالثه وخامسه طيب متعاقدين مع العارضه يعني لعبت مصر يا زلمه ابو العارضه يا زلمه شو مالكم يا اخوان يا اخي الحظ يا زلمه الحظ والله حرام يا حرام يا ما بعرف مرموش من رقم 11 يمكن رقم 11 شفتوا انتبهتوا والله ما بعرف زيزو يا اخي والله حرام حرام يلا قادم افضل ان شاء الله خطري اجت على الشناوي اجت يا معلم اجت على الشناوي يا معلم الحمد لله اجت بوجهه يا زلمه اي والله ولا كان بلعنه العباس يا زلمه العباس عباس يا تلعب بالدفاع يا زلمه لا تخلي يفوت لا يا زلمه لا يا زلمه لا يا زلمه اقسم بالله شيء حرام يا الله حرام ليش هاي شلون يعدي منكم يا الله
يا زلمه بدي افهم العباس يا اخي. يا اخي العباس يا اخي لا الله معك 10 لعيبه يا زلمه. طب شيل هلا حتى بس اطلع ركنيه. بس يا زلمه مو فاول بي مو فاول والله. لك يا اخي حتى اذا فاول يا زلمه والله حتى اذا فاول يا زلمه بشيل. انا ما بلعب هون بالدفاع حرام. مين هذا؟ والله فاول يا اخي. اسعي رشوت طبعا عم يقول له ان شاء الله يا رب يا رب يكون معقول يا رب. والله شوف لي ابي شيء. هو يا زلمه ما اسكو انه راح يروح يشوفه. ما اسكو يا زلمه راح اعمل له هيك. بس قلت له تعال اقول لك من هون يا زلمه. من رقبته من هون يا زلمه من ورا. وش تلعب كونفو يعني؟ شوفه عم يشوفه عم يشوفه لسه عم يشوفه يا رب. يا اخي والله فاول فاول. اجا هون لا فاول 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 معلم فاول يا زلمة حرام. ما لهم في اصلا حرام حتى يا الله صبتهم الكره صبتهم الكره يا اخوان بعد 3 عوارض حرام يا زلمة. ما تنك عوارض يا زلمة. الله أكبر الله أكبر. انتهى يا المباراة يا إخوان. لعبوها بالقلب بالقلب. القلب مغربي والروح مصرية يا إخوان. حرام يا زلمة والله حرام. لعبوا أفضل يا أخي. لعبوا أفضل والعوارض يا زلمة متعاقدين مع العارض. مبارح المغرب بس مبارح المغرب يا إخوان. أنا مبارح المغرب ما شفت مباراة مثلها مبارح المغرب. بس كمان مثل اليوم يعني قدم اداء يعني. اي المغرب حط هدف ثاني خلص ريح. اي نعم اي بس هذا الجول يا زلمه الجول هو اللي خرب الدنيا يا زلمه. اخوان منيح لغى الهدف. اقسم بالله الحكام ضد العرب يا زلمه. اقسم بالله الحمد لله الكره انصفت يا اخوان. بس كالعاده الاغلاط تبع كيروش. اي كيروش اخوان خلاص المدرب قاعد يعني بعد هاي البطوله ما لازم يضل. والله انا برايي والله المدرب الوطني افضل يا اخوان. والله المدرب الوطني بيعرف يا زلمه بيعرف فلان بيلعب هون فلان بيلعب هون فلان بيلعب هون ما بيلعب مراكز اللعيبه. نعم يعني سحب نفس غلط الماضي. سحب مصطفى محمد دخل مرموش بالنص قرب حط جناح بالنص يدلم راس حربه. اصلح حياته ما لعب راس حربه. ما هي زلمة طلع لاعب حر لازم يا اخوان. ما تزبط والله العظيم حرام يعني حرام. مدرب اجنبي ليش؟ في مدربين عربي يا اخي ليش؟ وطني نعم. والله افضل مدرب المنتخب الوطني. نعم وصلنا يا اخوان معاكم نهاية الفيديو ونهاية المباراة. اذا استمتعتم يا اخوان لا تنسوا من اللايك وتفعيل زر الجرس واشتراك بالقناة حبايب القلب. وخلينا نوصل 3000 مشترك ان شاء الله بهمتكم. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.